حدودها وتحصيل مكاسبها المحتوية. جاءت اليوم هذه المحطة لتؤكد أننا جميعا جبهة واحدة، وأننا لن نقبل نهائيا كل مساومة أو تنازل أو ضغط من طرف أي جهة كانت. فالمغاربة ما تبتزهمش، لن يبتزهم أحد بحقوق الإنسان، ولن يبتزهم أحد بالمؤسسات، ولن يبتزهم أحد بالديمقراطية، لأن صدق هذه المنجزات اللي تمت فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان تمت بمصاحبتهم، وتابعوها من خلال منظماتهم ومن خلال الشراكات ومن خلال تواجدنا لا في الجمعية ديال الحقوق الإنسان في جنيف، ولا دون أن أتحدث عن الإطارات، هذه إطارات تكون فيها الحوار حول التقدم، بناء دولة المؤسسات، بناء دولة الحق، بناء دولة القانون، في الحرية، في سيادة القانون. في هذه الإطارات فليأتوا لمحاسبتنا كما سنحاسبهم في إطار كينونة حقوق الإنسان عالميا، لكن لن نسمح بأن يحاسبنا أي أحد من موقع ديال التعالي. ونجدد التأكيد اليوم نحن حاضرين هون للتنديد وقوة وقضية الصحراء، وبأن ما جاء به البرلمان الأوروبي غير حقيقي ولا يعقل ولا يمكن له يعطي ولا ينفذ شيء، والله شيء خصوصا شيء خاص بالمغربيتنا ولا بوطنيتنا ولا بصحرائنا. نحن هون كندوا على ذا الشيء اللي عدل البرلمان الأوروبي، ونحن كاتحاديات أو كنساء صحراويات مغربيات رافضين ذا كامل اللي خلق، وناشدوا بقوة عن نحن مغربيات، ودائما له نسمو مغربيات، أحب من أحب وكريه من كريه. تحية نضالية، تحية نضالية.